وهذا الحديث عن تداعيات سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول على المشهد الأمريكي والاتهامات المتبادلة بين الحزبين الحاكمين في أمريكا حول فشل التجربة الأمريكية في أفغانستان. معنا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل الحساني، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. حالة الخلاف في أمريكا تعكس صدمة في الحقيقة سواء للرئاسة الأمريكية وللحزب الحاكم أو حتى للمعارضة الأمريكية، إذ أن الجميع يستغرب هذه السيطرة السريعة لطالبان على كابول وعلى الأمور في أفغانستان بشكل عام. نعم، هنا صدمة في واشنطن، ولكن التوقعات في فشل التجربة الأمريكية في أفغانستان هذه متوقعة وقديمة في الحقيقة. من بداية رئاسة أوباما أعلن بأن هنالك تراجع للمشروع الأمريكي في أفغانستان، في يوم كان حتى بن لادن كان حر وغير مقبوض عليه ولم يقتل، ولهذا يعني طلب وبرر انسحاب الجيش الأمريكي من العراق لمواجهة النقص والتراجع الخطير الحاصل في أفغانستان. نعم، في 2008 و2009 و2010. نعم، السؤال الآن، يعني هذه الاتهامات المتبادلة وهذه الانتقادات الموجودة ليست فقط تتحدث عن تجربة الأمريكان في أفغانستان، إنما نحن أمام واقع جديد ربما سيد كامل، هو حول التدخل الأمريكي الخارجي. كيف سيكون مستقبلا؟ هل ستستطيع أمريكا أن تتدخل في مناطق أخرى وسيكون تدخلها يعني مقبولا لدى الأحزاب يعني في أمريكا وحتى الشعب الأمريكي؟ لا بالتأكيد، يعني من بداية حكم ترامب وأعلن أنه تدخلنا ببناء الأمم هذا كان خطأ فاحش، وهنالك مزاج شعبي ضد الحرب خارج أمريكا ومصرين على الابتعاد عن القضايا العالمية اللي تحتاج إلى تدخل عسكري، وسيستمر هذا المزاج يعني إلى فترة طويلة، لأنه الآن الأمريكان يعانون الحقيقة. هنالك ترحيب بالانسحاب الأمريكي على علاته، ولكن هنالك صراع سياسي بين الجمهوريين الديمقراطيين في محاولة للحطم من قابليات الرئيس الأمريكي وإدارته. الكل متفق على أنه لابد من الانسحاب، هي قضية وقت. نعم، لكن الانسحاب ليس فقط لأن أمريكا تريد أن تنسحب، إنما هي انسحبت لأن هناك مقاومة كانت مقاومة قوية وكبيرة على مدار 20 عاما في أفغانستان. ونحن نتكلم الآن مثلا عن تدمير بلدين كالعراق وأفغانستان، هناك تشابه كبير في حالة الدمار التي أوقعتها أمريكا والبنية السياسية الفاسدة التي تركتها في البلاد، وإن كان هناك فرق بين العراق وأفغانستان في النقطة الثانية. بالضبط، لا بالعكس، يعني الأمريكان تدخلهم تفصيلي بالعراق والتمرد اللي يثير ضد الأمريكان في العراق هو اللي أنعش وألهم طالبان بالتحرك، إذا نتذكر التاريخ قريب، وهذا اللي دفع طالبان أنه تقاوم لما رأت بأن التمرد العراقي نجح والأمريكان بدأوا يغيرون خططهم للسيطرة على العراق، ولهذا ازدادت قوتهم إلى الحد اللي أنه تمكنوا من السيطرة على كل المدن حول المدن الأفغانية إلى أن دخلوا كابل بالطريقة الفاضحة اللي ظهرت. بالعكس، القيادة العراقية وفسادها وإمكانياتها وفشلها نفس الشيء بالنسبة للقيادة الأفغانية. القيادة الآن، يعني احنا البارحة انتبهنا إلى شعارات أمام البيت الأبيض تدعو إلى محاسبة القيادة الأفغانية وعلى رأسها أشرف غاني، وحتى الرئيس العراقي غرام صالح، الاثنين هم يحملون الجنسية الأمريكية والاثنين يجب أن يحاسبوا على فسادهم وفشلهم اللي يدفع الشعب الأمريكي والشعب الأفغاني والشعب العراقي. وحتى طالبان الآن إذا تريد تحاسبها والقاعدة وداعش يضحكون، يقول لك أنت حاسب مواطنيك حامل الجواز الأمريكي قبل أن تجي تحاسبنا.
وكل القيادات الموجودة في العراق وكل الوكالات. لكن هذا لن يحصل برغبة ذاتية من أمريكا أستاذ كامل، وأنت تعرف هذا كخبير في الشؤون الأمريكية، إنما يجب أن يكون هناك إرادة قوية عراقية تفرض نفسها وتفرض أجندتها وبالتالي يتعاطى معها الأمريكان. لا نعم، ولهذا هم سيفرحون الأمريكان إذا بالفعل ظهرت إرادة عراقية وطنية تتحمل مسؤولية الإصلاح واستمرار الدولة العراقية، ولكن هم متخوفين من الانهيار التام اللي ربما يكون نتائجه أسوأ مما حصل في أفغانستان. الوالي العراق وضع حساس، وهو واحد من مصادر الطاقة بالعالم وتحيطه دول مهمة، وانهياره يسبب مشكلة خطيرة عالمية أكثر مما هي أفغانستان. هذه القضية. نعم، أشكرك جزيلا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات المحامي كامل الحسالي، شكرا لك.